ملكة من الجزائر تقول أنها قد حجت حج الفرض وتريد أن تعيد حجها برفقة آمنة، بصحبة رفقة آمنة، هل يشترط وجود المحرم أم تكفي الرفقة الآمنة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اختلف الفقهاء هل يجوز للمرأة أن تحج حج الطاعة، يعني سفر الطاعة، السافر سفر الطاعة ومنه الحج والعمرة بدون محرم مع رفقة مأمونة أو لا يجوز. للفقهاء قولان في هذه المسألة، والقول الراجح أن الرفقة إذا كانت مأمونة وأمنت المرأة على نفسها الفتنة فلا بأس أن تحج، وذلك لأن مصالح الحج أرجح، ولأن ما قد يكون من المفسدة احتمال نادر إن لم يكن معدوما، كما قال قرر ذلك ابو العباس بن تيمية رحمه الله حيث نصر هذا القول وقال إن المرأة إذا لم يتيسر لها المحرم فلها أن تحج مع الرفقة المأمونة، لأن مصلحة الحج أرجح، وما قد يكون من المفسدة في السفر للحج مع الرفقة المأمونة يعني بعيد أو أنه معدوم، وعلى ذلك فلا بأس. ومما يدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حججن في عهد عمر بدون محرم، وكان هذا بمحضر من أكابر الصحابة، وكان كالإجماع على ذلك. نعم.